احنا متابعين اليوم السابع برحب بيكم فيديو جديد من محافظة الشرقية. احنا معانا موهبة جديدة، هو الفنان ثروت مرتضى، موجه عام بالتربية والتعليم. الأستاذ ثروت يعني كان اشتغل 30 سنة رسام كاريكاتير، وكل هوايته الرسم الكاريكاتيري والرسم على الورق، لكن من سنتين اكتشف موهبة جديدة عنده، وهو تحويل الرسومات الكاريكاتيرية اللي بتمثل شخصيات المصرية والمجتمع المصري والتراث المصري إلى شخصيات مجسمات باستخدام الصلصال الفوم. زي ما انتم شايفين كده الصورة، باستخدام الصلصال الفوم بيجسد الشخصية بالتعبيرات بتاعتها. احنا شايفين يعني الفلاح المصري على الحمار، الفلاح دي كمان للفلاح المصري، الراقصة الشعبية، أشكال كتير هو كان بيرسمها على الورق، حولها لمجسم ببراعة شديدة وبراعة في رسم التعبيرات وتحديد التعبيرات للوش. احنا هنتعرف بالأستاذ ثروت مرتضى اللي هيكلمنا عن موهبته الفنية الجديدة. دي رسام كاريكاتير ومواجه في التربية والتعليم بإدارة ديار شرقية. رسام كاريكاتير من أكثر من 30 سنة في الصحافة المصرية والجرائد الإقليمية. وبعدين طبعا احنا عارفين الخامات في العصر اللي احنا فيه دلوقتي، في عدتي خامات حلوة وجميلة. فمن شغلي في المدارس بصفة موجه تربية فنية بحتك بالخامات مختلفة وخامات كتيرة متنوعة، فوقع تحت ايديا خامة الفوم والصلصال. كنت بحسب الاول الصلصال ان هو خامه بيقعد فتره طويله وعامل زي اللي بينطري كده ما بيجمعش معانا شغل. بعدين فاجأت ان في خامات حلوه نازله جديد بتجمد، ومع يعني ساعتين ثلاثه تلاقي الخامه جمدت. فانا اكتشفت في نفسي فجأه كده، يعني رسام كاريكاتير فجأه، ان انا ممكن اطور الشكل بتاع الميكي ماوس، رسومات اطفال، رسومات كاريكاتيريه مجسمه بخامه بسيطه. فابتديت بعد مع الوقت تلاقي الخامه ابتدت تتطور معايا، وشكل الخامه بقى يتطور معايا، واضيف لها بعض الحاجات السلك والورق بحيث تبقى اخر حاجه ان انا احط طبقه الصلصال الفوم مع الشكل بتاعنا ويدي الوانته حلوه وجميله. وبعدين بدات الاول بالريف المصري. طبعا احنا في كاريكاتير يومي اهم حاجه عندنا التعبير الوش. اتفاجئت داخل نفسي ان تعبير الوش عندي مختلف عن اي ناحيه تاني. تعبير الوش ممكن يبقى اي كانت جديد. اول مره انت اول مره اتفاجئت لقيت نفسي وانا بعمل المجسم نفسه كنت بتعملها رسم على الورق، يعني على الورق وبالوان، لكن كخامه صلصال بلون الجلد الطبيعي بحط بقى الابتسامه بتاعته. وبعدين احساسنا بالكتله، طبعا كرسام كاريكاتير عارف الكتله وعارف التكوين، الحاجات دي كلها في الكاريكاتير نفسه في الصفحه بتاعه الكرتون بتاعه الكاريكاتير بدخل فيها شكل الاتزان والحركه. فابتدى المجسم عندي ياخد شكل نفس الشكل لو ترفعه ايه؟ لنا كده. يعني مثلا هنا عروسه وفي عندنا بقى طبعا سواء كانت في المدينه او في الريف، الريف المصري عندنا مثلا عامل هنا الريف المصري شكل الريف المصري ارفع عنا كده التطور بتاعنا. فعملت المدينه والريف. طول ما انا ماشي بقى طبعا الكاريكاتير عندي مجسم، الكاريكاتير من 30 سنه شغال فيه. فالواحد يعني بقيت معجون بالريف المصري بالبيئه المصريه، فكون عندي مخزون ثقافي. اتفاجئت انا بنفسي ان انا مش رسام كاريكاتير وبس، لا ده انا فنان كاريكاتير. الفنان الكاريكاتير ممكن يعمل اي حاجه في المجسمات النحتيه. فدخلت مجال النحت لقيت مجاله جميل جدا، وفي نفس الوقت بيديك احساس ان انت بتعبر عن اي منتج او اي شكل انت شفته بتبتدي تعبر عنه. فعملنا بعد كده عملت الريف المصري من خلال الفلاح البسيط ده التصور بتاعه. وعملت بعد كده الجمل. فالواحد بياخد سعاده جدا طبعا تكوين الجمل ده. بيستغرق منك قد ايه مثلا تجسيد مجسم زي كده؟ مجسم متعب جدا، يعني بعمل التمثال وبعدين استنى عليه فتره، لان ما ينفعش يتلزق كله في بعضه، بيبقى العجينه طريه تقعد 3 4 ساعات عم تبتدي تتشكل وتجمد. فالجمل مثلا ممكن في 3 ايام. وطبعا مش حابب ان انا اعمل قالب وشغل القوالب ده والحاجات اللي هي الاسطمبه التجاريه. انا بخلي التمثال بالنسبه لي ما اتعايش معاه فتره طويله. يعني بدل يعني مثلا كان يعني معروف مثلا النحاتين بيستخدموا مواد تانية في النحت مثلا التماثيل، انت بتستخدم ماده
صلصال الفوم. صلصال الفوم طبعا بعملها وبتنحت وبتجسد يعني زي ما احنا شايفين التجاعيد على راس الفلاح. الوش او التعبير الوش وده والتسامة. الغفير المعروف. اصلنا الغفير ده شفناه في الافلام لكن حد في الدنيا عمله تمثال؟ يعني التمثال ده ما اتعملوش خالص. بيقولوا شيخ البلد بيفتكروا الفرعوني. لا طب شيخ البلد الفلاح البسيط اللي شفناه في الافلام وشفناه في الحقيقه. احنا برضو حصلنا برضو يعني انا مش صغير يعني انا يعني اوعى ان انا كنت بروح البلد زمان اشوف الفلاح والعمده وشيخ البلد كان التصور بتاعه هو ده يعني شفته على الطبيعه وشفته في الافلام. عملنا برضو في بعد كده شخصيات بحس ان انا اي شخصيه تيجي في دماغي مثلا طبعا احنا عارفين مسلسلات الهندي والافلام الهندي فابتديت اعمل حاجات برضو هنديه ده تصور جميل مصري. التمثال بيجي معايا يعني مش بخطط له قوي. انا بحس ان بتتاثر بشخصيه بيطلع من الدماغ انا نفسي بشاهده ولا بنحته زي المتلقي العادي بالظبط بشوف ايديا بتشتغل ازاي. تمام. الابتسامه الوش الضحكه النظره اللي انها تمسك كوبايه في ايديها فهنا برضو بشوف المناسبات بتاعتنا في الاعياد مثلا الخروف طبعا احنا عارفين الخروف شكل الخروف حتى الخروف نفسه في سنان وفي بق ولسان والقرن بتاعه يعني بحاول انت عارفه الكاريكاتير اهم حاجه فيه التعبير. تعبير الوش ده مهم جدا مش معقول مثلا اعمل واحد بيكلموا بعض وده ما فيش تعبير. طبعا انت عارفه البيئه المصريه مليانه وكبيره وكل مدى بيبقى فيه شخصيات بتاثر في الواحد فانا اي شخصيه بتاثر فيا زي ما احنا هنا مثلا مهرج هو بيدخل لعيب كوره مهرج مثلا ايه المهنه يعني المهرج بيلعب كوره لابس تيشيرته والطاقية بتاعته وتعبيرات الوش والابتسامة بتاعته طبعا الابتسامة دي صعب جدا ان تيجي في يعني حد عملها والاسنان واللسان هو نفس اسلوبي في الكاريكاتير الورقي لقيته نفسه بيتجسم معايا وبعدين بنسمع الفرانيس وفي شخصيات رمضان عملت منها اشكال حلوة واشكال كتيرة يعني مثلا عندنا هنا قلبز بتاع كلبس طبعا شخصيه معروفه بالنسبه لنا ومحبوب للاطفال طبعا ده لسه خسران امبارح كنت شايفه لو تعدل لنا راسه كده عشان هو ملامحه مش باينه ايوه طبعا كلبس بملامحه بابتسامته الجميله ابتسامه وملامحه المعروفه حسيت بالمتعه انت عارفه لما تتعايشي مع التمثال تحس ان الوقت خدنا يعني انت عارفه الوقت في عصر الذكاء الاصطناعي والحاجات اللي مش ممكن تكون حقيقيه ممكن تبقى حاجات ورقي ويكون واحد لاعب فيها بالذكاء الصناعي او لكن ده هيتلعب فيه ذكاء صناعي ازاي ده المجسم في ايدينا 3D في نفس الوقت بشوف الالوانات وايه وابتدي اعبر عنها الوان جميله بتخطط للمستقبل ازاي يعني انت كنت فنان كاريكاتير ودلوقتي يعني زي ما احنا شايفين الاشكال الجميله دي بتخطط للمستقبل ازاي او بتخطط في طريق تجسيد الشخصيات بتخططه في الحياه ان انا بستمتع بالحاجه والبيئه نفسها ببتدي اعبر عنها فهي تاخدنا بقى يعني دي حاجه في ايد ربنا انا بعمل اللي عليا وفي نفس الوقت بحس بسعاده بحس بدخلي طاقه ايجابيه بعمل لنفسي عالم خاص كده بالشخصيات اللي انا بعملها بنفس تاثيري بنفس الشغل بتاعي فتحس ان تلاميذك اللي موجوده عندي في المدرسه واولادك حابب جدا التعامل مع الاطفال جدا وحابين الشغل ده جدا جدا لان بحس ان انا يعني ايه دخلت البهجه في طفل يعني كنت طفل بيعيط مثلا واروح اوريه تمثال زي كده بتلاقي سكت بتهادي احبابك واصحابك يعني انت كنت بتعيط دلوقتي فتحس ان المود اختلف والطاقه اختلفت من طاقه ان هو كان بيعيط فجاه كده ان هو حس ان ايه ان في حاجه ايجابيه شافها وتاثر بيها يعني مثلا واحد هنا بيبيع العازف عازف العازف الناي الفظيع بالشنب والحواجب الثقيله والتبريئه بتاعته فتلاقي مثلا واحد جايب بطيخه مثلا وخارج من سوق قاعد بالبطيخه فرحان بيها وكلبش فيها تمام فتحس بالتمثال ان هو كاريكاتيري يحكي قصه ويحكي فكره يعني ما عملش اي شخصيه بقى عندي يعني انت حولت فن الكاريكاتير لمجسم مجسمات حقيقيه مجسم حقيقي وبعدين هتلاقي مثلا لو عملت فنانيس هتلاقي بشكل تاني باسلوب تاني يعني التمثال مثلا لو حد طلب مني مثلا عايز خمسه فنانيس طب انا اعمل شخصيه وكل مره بتطلع بملامح لا الملامح هو يعني واحده بتعبيرات مثلا هنا فرانيس هنا قدام مع بعض بتطلع بتعبيرات مختلفه تعبيرات مختلفه هنا بيضحك هنا بيقدم النظره بتاعته مختلفه البنوته في المدرسه هنا طبعا الواحد المصاصه كي جي 1 المصاصه بتاعتها عامله زي البالونه عامله دي عامله احساس المصاصه والفستان بتاعها
الواحد بيجد متعه بالتفاصيل الصغيره دي، يعني بنشوفها دي بتاثر في الواحد وتحس ان انت مش عايزه حاجه بقى، يعني هي دي العالم تمام. بتاعك.